انا اسمي محمد محمود عبد العاطي، سن 17 سنه، في تانية ثانوي عام. اي نظره حد من زرارك بتبقى يعني جانبين، يا نظره عاطفه يا نظره اعجاب. فانت لو شخص شاطر تقدر تحول نظره العاطفه لنظره اعجاب. كان في دعم كبير جدا من المدرسين ومن الطلبه ومن كل زمايلي ومن كل اصحابي، يعني عمر حد بصراحه حسسني بان انا مختلف عنهم او ان انا مش زيهم، لا كانوا كلهم يعني ان انت زينا وزياده كمان. يعني الأسرة في البيت بصراحة يعني خير داعم وخير سند بجد. أنا عايز جيم روح جيم، عايز تلعب كورة العب كورة، وكانوا معايا